تستمر مساعي وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي خلال الفترة الحالية لتعزيز صفوف أسود الأطلس بعدد من النجوم مزدوجي الجنسية في الملاعب الأوروبية. ومن بين الأسماء التي قررت التخلي عن الحلم الأوروبي لتمثيل المنتخب المغربي هو أنس الزروري نجم بيرنلي الإنجليزية، والذي كشف كواليس قراره باختيار المغرب بدلا من بلجيكا. لم ينتظر وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي كثيرا للاحتفال بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق خلال النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم، ونجح المنتخب المغربي في احتلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم لعام 2022 والتي أقيمت في قطر كأول بلد عربي يستضيف البطولة على الإطلاق. ما حققه النجوم المغاربة خلال المونديال باعتبارهم أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا المركز سهل مهمة الركراكي في المرحلة التالية، وهي استقطاب أكبر قدر ممكن من النجوم مزدوجي الجنسية في أوروبا لدعم صفوف أسود الأطلس في المرحلة المقبلة. ونجح الركراكي في إقناع عدد من النجوم الشباب مزدوجي الجنسية في الدوريات الأوروبية الكبرى، رغم أن بعضهم مثل بالفعل منتخبات أوروبية كبرى في الفئات العمرية المختلفة. ومن بين هؤلاء الشباب أسماء عديدة مثل عبد الله ريحاني لاعب أتلتيكو مدريد، بينما يعتبر التحدي الأكبر إقناع إبراهيم دياز نجم ميلان الإيطالي بالتخلي عن منتخب إسبانيا. ويعتبر أحد أبرز النجوم مزدوجي الجنسية الذين اقتنعوا بتمثيل المغرب أنس الزروري نجم نادي بيرنلي الإنجليزي، والذي قرر التخلي عن منتخب بلجيكا. الزروري مثل المنتخب البلجيكي على مدار الفئات العمرية المختلفة لسنوات طويلة، لكنه في النهاية وفي العام الحالي قرر أن يمثل المنتخب المغربي الأول. وقال الزروري في تصريحات للإعلام البلجيكي أنه كان يرغب دائما في اللعب للمنتخب المغربي، ولم يكن يمنعه من تحقيق حلمه، إلا أنه لم يستدع لقائمة أسود الأطلس في أي مناسبة سابقة. وأضاف أنه بدأ رحلته برفقة المنتخب البلجيكي للشباب، لكنه ظل ينتظر أن يتم دعوته لضم المنتخب المغربي خلال الفترة المقبلة ليوافق دون تفكير. نجم نادي بيرنلي الإنجليزي أكد أنه يحترم الرحلة التي خاضها مع المنتخب البلجيكي ومدربيه ورفاقه، مؤكداً أنهم قاموا بأشياء جميلة، إلا أنه في المرحلة الحاسمة من المنتخب الأول يجب أن تختار من قلبك. وفي نهاية حواره قال الزروري إنه لم يكن يرى نفسه في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر، رغم أنه كان يتمنى بشدة أن يكون هناك، لكنه عمل بجد لينضم لأسود الأطلس وتحقق ذلك في النهاية. وبدأ الزروري مسيرته في الدوري البلجيكي منذ عام 2016 قبل أن ينتقل صاحب 22 عاماً إلى صفوف نادي بيرنلي الإنجليزي في صيف 2022.